يا راجل، تجارة ايه اللي عاملها توسع فيها؟ خلاص يا اسحاق، العمر ما بقاش فيه. انا افتكرتك هتقول لي تعالى نسهر سهرة حلوة من بتوع زمان، ولا انت خلاص كبرت وناوي تترهبن؟ ها؟ لا بقول لك ايه رايك لو نسافر لبنان؟ ايوه، بلد جميله وحلوه واهلها ناس طيبين. ايوه بقول لك ايه، اهل لبنان يدوروا على السعاده بمنجاش، مش احنا ندور على النكد. ليلة مطينة على دماغك. اقفل، لحسن الظهر النكد بينط ويفط نيلك. سلام يا اخوي، سلام. هو انا مش قلت 100 مرة محدش يعتب المطبخ ولا يمد ايده على لقمة ولا معون الا ما يشاورني ويستاذن الاول؟ يوه، جعانة اموت من الجوع يعني؟ ولا كل ما نفسي تهفني على لقمة لازم اخد الاذن؟ ايوه هو كده، يا تاخدي الاذن يا تموتي. اها، تفكرات كيا ميغا بلاص، مش هتسحبي منه لحد ما يخلص. لا دي مش عيشة، دي ده سجن مؤبد. انا ايه اللي يجبرني على كده؟ انا اخد حالي ومحتالي واروح لبيت ابوي، عايش معززة مكرمة ست الستات. ده البيت ده يا ساتر، بتعدوا على الواحد اللقمة؟ ايش حال ما كنتش مرت ولدك كنت عملتي فيا ايه؟ خبر ايه؟ حصل يا جبريل؟ مفيش، حوارات حريم واطية، مالكش صالح انت. الحقني يا عمي، عايزة تجوعني. ان شاء الله ياكلك عفريت ما يخلي فيكي. ايه يا بت، احنا جايبينك نعلفك هنا. مش كده يا جبريل؟ على رأيك، حتى الكلام خسارة فيها، ارض بور لا بتنزرع ولا بتطرح. وهو بيدي؟ امال بيدي مين؟ انا ان كان علي عايز اروح للحكيم النهارده قبل بكره عشان تبطلي ظلم وافترى. مش كده يا نادي، عيب. العيب عندي؟ امال ايه؟ بس انا عارفه انت بتكرهيني ليه، عارفه انت مش طايقاني ليه. ليه يا برنسيسة؟ عشان عمتي كريمه طول عمرك لا بتحبيها ولا بتطيقيها، ومن يوم ما اتجوزت عم عبد الله وانت كده. طب ورحمه امك؟ لا ناس تمشي على نفوخك ونفوخ اللي جابوكي. يا جبريه مش كده، شاهد يا عمي عشان بعد كده محدش يلومني. البنت دي لازم تتطلق. حاضر. لا، مش زي كل نوبه. شوف مروان فين، خدوا على المأذون يطلقها وما تباتش الليلة في البيت. أقول لك أنا هطخها طلقة، أجيب أجلها وندفنها هنا في البيت، ولا من شف ولا من دير. يا ريت. أنت بتتفرج عليا؟ أنت عايز إيه السعادة؟ عايز أشوف وادلي الكبير اللي هيبقى مسؤول عن العيلة بعدك، ولا أنت معيش؟ دي ما بقالهاش سنة يا جبرية. كان زمانها حبلت وولدت وحبلت تاني. ما بتحبهاش يا جبرية؟ أحبها لما تجيب لي الواد. ماشي، أنا هاخدها للدكتور. خسارة الفلوس، ملفولة باينة. أنت عايزة إيه دلوقتي؟ يتجوز غيرها وبيت تكون نجوت إيدي، إن ما حبلت من أول أسبوع ما بقاش أنا. ماشي، خدي رأي مروان، إيه؟ ولو وافق يتجوز إن شاء الله 4، ما عنديش مانع. عايزة حاجة تاني؟ عملت إيه في موضوع عبد الله؟ موضوع إيه؟ ليه يا عبد الحكيم عاوز تموتني نقص عمر؟ خبر إيه؟ ولا أنت مستني كريمة وبناتها يحطوا علينا، يقولوا لنا فين اللي لينا ويقعدوا يحاسبونا؟ أنت يا ولية، مخك ده ما بيهمتش. اسمع كلامي، انا عارفه مرت اخوك دي مستنيه اليوم اللي تيجي تقول لنا فيه
انا ليا كد اللي ليكوا 10 مرات. ما تقدرش، انا واخويا متفقين. صح انتوا متفقين، لكن هي عجربة والعينة اهي قدامك. نادية دي مش بنت اخوها؟ شوف لسانها ترد عليا الكلمة بكلمتها، تتكلم بالعين والحاجب. حسبي الله ونعم الوكيل. انت اللي صممت تتجوزها مروان، وانا كنت اقول له قلبي كان حاسس باللي هيحصل. انت رايح فين؟ عندي معاد مع اسحاق، لكن تراعي حالك ومالك. لا مفيش. شوف يا جبريه، المال مالي والتجاره بتاعتي، ومحدش له عندي حاجه. صح، بس كل حاجه لازم تكون بالورقه والقلم. كله مكتوب بالورقه والقلم. طب ما تقول لي عشان افرح وادعي لك بدل ما ادعي عليك. ادعي لي، ادعي لي لمئة سنه جايه. كل حاجه عندي خلاص. ايه خلاص يا ام الرجاله. يلا يا مري. هو ناوي يعيش 100 سنه جايه؟ تقابل عزت؟ ليه؟ كده هو بتقولها لي في وشي من غير خشة وفي وقت ازاي داير هتعمليه هو كان بقية عيلتنا؟ يا ماما انا وهو متفقين على الجواز. متفقين على ايه يا برده انتي؟ يا بنت هو كان جالنا والعبرنا ولا قاعد مع ابوكي وياخد ويدي معاه في الكلام، وابوكي يعرف ميته ايه؟ يا ماما يا حبيبتي انا اللي قلت له مش وقته. ليه يا حبيبتي؟ مش هنلاقي لجهازك؟ مفيش فلوس للجهاز؟ تعبيت يا بنت. يا ماما يا ماما اصل هي يعني ست شهد لسه مش عارفه حقيقه مشاعرها اتجاهه. مش ايه مشاعر ايه؟ حقيقه مشاعرها يا ماما. مشاعرها. طب وحياه مشاعرك يا اختي، لا انت داخله اوضتك ومفيش خروج. يا ماما يا ماما ايه؟ قلت مفيش خروج يعني مفيش خروج؟ امشي على اوضتك. يا ماما ما ينفعش كده، انا اديته ميعاد وما ينفعش اتاخر على ميعادي ابدا، ما يصحش كده. يا سلام. اسمعي بقى، مفيش خروج غير لما اعرف ايه حكايه مشاعرك دي. عاجبك كده يا ست هانم؟ هو انا عملت ايه؟ وانت عايزاني يعني اسيب ماما كده مش فاهمه حاجه وعلى عماها؟ عامله مين يا بنت انت كمان؟ مش قصدي يا كراميلا، انا كل اللي قصدي يعني ان انت لازم تبقي عارفه كل حاجه عن بناتك ولا ايه؟ يا ماما يا حبيبتي انا فعلا حاسه ان انا قريبه من عزت، بس هو يعني فيه شويه حاجات كده مش واضحه. نعم يا اختي؟ فانا بقى حطيته تحت الاختبار علشان اعرف بقى اذا كان مناسب ليا ولا لا. تحت ايه يا اختي؟ يا ماما يا حبيبتي انا مش عارفه اوصف لك ازاي يعني، بس هي حاجات كده خاصه بمشاعري. طب يلا على اوضتك. يلا على اوضتك وما اشوفش وشك. يا ماما دي مش طريقه، على فكره دي اسمها الديكتاتوريه، ولا لما يجي بابا هقول له. انا موافقه يا بنت عبد الله، قولي له امي جابتني من شهري وقالت لي كمان حاجه مهمه قوي، من بكره ما فيش شغل وهتقعدي في البيت ده تكنسي وتمسحي وتطبخي وتنظفي. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ على فكره مش هينفع كده ابدا. غوري في داهيه تاخدك فورتي دمي. بنات مايسه والله العظيم يا ماما. اختشي يا بت، ما تقوليش كده على اختك، فوري الدم على الميسه البت. لا معاش ولا كان اللي فور دمك يا كراميلا. بقولك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ انتي ما شاء الله عليكي النهارده محلوه كده. كنت يعني عايزه فلوس. عيني من عيني كده طلعها واديها لك يا طيبه يا هاديه. عايزه كام؟ عايزه 5. تخمسي في وشي يا بت؟ لا والله يا كراميلا ما قصدي. 5 ايه؟ 5 جنيه؟ وفي حاجه اسمها 5 جنيه؟ عايزه ايه يعني 50 جنيه؟ في ايه يا ماما؟ ما فيش حاجه اسمها 5000 جنيه؟ 5000 جنيه؟ هتعملي بيهم ايه؟ هتتجوزي ترخره وتجيبي له الجهاز؟ جهاز؟ لا بس انا يعني يا ماما يعني والله العظيم في شنطه عجباني وهموت عليها. شنطه ب 5000 جنيه يا بنت المقشفه؟ شنطه ب 5000 جنيه؟ يا بنت ده انا الشنط اللي عندي كلها ما يعملوش 2000 جنيه. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ هو احنا فقراء يعني؟ لا يا رحمك مش فقراء، احنا اغنياء قوي معانا فلوس قد كده.
بس بطريقتكوا دي ان شاء الله هنبقى فقراء ونشحت يا بنت المهبوشة. ضربة تاخدك. ايه ده؟ في ايه؟ بنت اتجننت ولا اتحبشت مخها ولا ايه؟ عيشة بقت تقرف. خير؟ في ايه؟ أمك دي هتجنني على فكرة. ايه اللي حصل؟ أنا غلطانة، كنت دخلت على بابا وقلت له أنا عايزة فلوس، كان هيديني على طول على فكرة من غير ما يقعد يرغي ويقعد يقول لي مش عارف إيه، أصلي مش عارف إيه، إنما أمك أعوذ بالله يا شيخ. بنت أنتِ مستفزة بصراحة. مستفزة؟ مستفزة ليه إن شاء الله؟ هو أنا طلبت حاجة غريبة؟ أنتِ طلبتي منها إيه؟ 5000 جنيه يا أختي، عايزة أشتري شنطة نفسي فيها. يا نهار أسود، أنتِ عارفة لو عرفت إن أنتِ جبتي جزمة ب 4000 جنيه هتعمل فيكي إيه؟ أنا ما قلتلهاش على فكرة. قولي لها. هي بقت كده؟ في إيه؟ والله العظيم انا ما كنتش اقصد، انا قلت لهم عشان يعرفوا بقى الحكايه ونخلص وتتجوزي. وحياه امك. لا عيب والله العظيم يا شهده، عيب عيب لما تبقي محاميه محترمه كده وتقولي وحياه امك. ايه هتمدي ايدك ولا ايه؟ اه امدي ايدي. شهد. لا بقول لكم ايه، بس الاثنين هيتخانقوا، روحوا اشوف لكم حته تانية، انا عندي صداع مش قادره. يلا يا ماما. ايوه صح. يلا يلا. قرف ده. اتأخرت قوي كده ليه يا عبد الله؟ وبعدين تليفونك مقفول على طول. كريمة أنا تعبان ومش محتاج أسمع أي كلمة دلوقتي. إيه حاسس بإيه؟ جيب لك الدكتور؟ لا دكتور ولا حاجة، أنا بس عايز أقعد مع نفسي شوية. طيب إيه رأيك في فنجان قهوة كده يظبط دماغك؟ يا ريت يا كريمة. كريمة. نعم. القهوة تعمليها بيدك. عينيا الاتنين. ما تخليش حد يجيبها لي أنت. حاضر. يا ترى فيك ايه يا عبد الله؟ شكلك مش مظبوط. أنا جاي. أحلى قهوة لأحلى عبد الله. والله العظيم ثلاثة يا عبد الله. ما في ست في مصر تعرف تعمل فنجان قهوة زي اللي أنا بعمله ده. ريحة القهوة من يدك يا كريمة تحسسني إني ملك. طب ما أنت ملك من غير كلام. ملك على قلب كريمة. ما فيش أحلى من إن الواحد يبقى ملك على قلب ست الحسن والجمال. أيوة أيوة أيوة، خدني تحت بطك، خدني وعن الوجود وابعدني. فيها يا كريم مالك؟ يا سلام. طيب أسيبك مع حبيبة القلب ولو عوزتني يبقى اندهش. اقعد يا كريم اقعد، خليك قاعدة. طب مش هتقول لي مالك؟ مالك يا كريم؟ أنا كويس الحمد لله. طيب عملت إيه مع شريك الغبرة اللي أنت كنت عنده ده؟ مش أنا قلت لك يا عبد الله الناس دي وحشة ونصابين، والله العظيم بيبان في عينيهم. الحق نفسك يا أخويا قبل ما رجلك تيجي في الخية. قدر يا كريم قدر. لا لا مؤاخذة يعني يا عبد الله، هو مش قدر، هو نشفي الدماغ. انت نشفت دماغك ورحت لهم، كملنا، ما احنا كنا زي الفل وماشيين كويس وشغلنا كويس والاشياء معدن والحمد لله. اسمع كلامي واخلع من الناس دي بدل ما تروح بلاش. اخلع؟ يا ريت يا كريم. يا ريت؟ يعني ايه يا ريت؟ في ايه يا عبد الله؟ ما تتكلم وغوشني. طلع زي ما قلتي. ايه؟ سرقك؟ سرقني؟ يا ريت سرقني بس يا كريم. ده سرقني ودبسني. يا لهوي يا ليلة سودة يا ليلة سودة. انا ما برضاش اتحدث معاك عشان الجوتين دول يا كريم. اهو مش هتكلم خالص، مش هفتح بقي، بس قول لي ايه اللي حصل بسرعة.
ايه يا مروان؟ واقف لحالك ليه كده؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ تلاقيك طفشان من عراك امك ومراتك. لا يا عمتي، تعبت من الشغل بس. طب انا عايزة اقول لك على حاجة، بس ما عايزاكش تزعل مني. صراحة انا ما اعرفش انت ليه اتجوزت البت اللي عاملة زي الفرخ المبلول دي. فرخ مبلول ايه يا عمتي؟ دي مراتي وانا بحبها. حب ايه وزفت ايه؟ فرق بينك وبينها كبير. ده انت مروان بيه، عارف يعني ايه بيه؟ يعني كان لازم ان تاخد بنت متعلمه ومتنوره واحسن منها مليون مره. ما هي متعلمه ايه كمان؟ متعلمه ايه؟ معاها ثانويه عامه؟ ايه ثانويه عامه دي؟ لكن انت خريج جامعه. تعرفي انه مجموعها كان اكبر من مجموعي. وايه يعني؟ عمتي قولي لي انت عايزه ايه؟ من غير لف ودوران كده؟ انت تعرفي باللف والدوران. انا الصراحه عايزك تتجوز. ايوه اسمع مني يا واد، نجيلك بنت حلوه كده تليق بمقامك. صدقني يا مروان، احلى حاجه في الدنيا دي العيال. تجيب عيل كده يملى عليك البيت، يحبك وياخدك في حضنه، عيل من دمك يبقى سندك، يبقى ظهرك وتتعكز عليه لما تكبر. صدقني يا مروان، انا عمتك واحبك واخاف عليك، احبك اكتر من امك كمان. عارف يا عمتي عارف، هي صحيح امي شالتني في بطنها 9 شهور. لا 7. سبعة يا عمتي 7، بس انت اللي ربيتيني، انت في مقام امي. حبيب قلب عمتك يا واد، البت ناديه دي ما كان ليكش فيها صدقني. وبعدين ايه يعني غلط لازم انت تعيش عمرك يعني ما تصلحش الغلط ده؟ يا واد لازم انت تتجوز، اسمع كلامي. حاضر يا عمتي، دلوقتي عايز كوبايه شاي. طيب طيب يا حبيب عمتك. يعني ايه؟ خد اللي وراك واللي قدامك والبضاعه اللي جايه كمان، لازم ادفع عشان اخلصها. طب ما تدفع وتخلصها. ادفع منين يا كريم؟ هو شطبك على الاخر يا عبد الله؟ على الاخر يا كريم، ما خلاش حلك ولا مليم. طيب خد قرض من البنك. لسه بس ده القرض الاولاني، اخد قرض تاني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ والله ما عارف، حاسس ان دماغي هتتشل. أنا عندي حل يا عبد الله. الحقيني بيه يا كريم. أخوك عبد الحكيم. عبد الحكيم أخوك. بس اسمعني للآخر وبعد كده قولي اللي أنت عايزه. أنت ليك قد اللي يا عبد الله، وأبوك الله يرحمه سايب كتير مش شوية، وفدان واحد بس، فدان واحد يا عبد الله يفك الأزمة اللي أنت فيها دي. أيوه بس اسمعني اسمعني ما تقطعنيش، وإن كان عليا أنا والبنات مش عايزين حاجة، ده حقك ولا مش حقك؟ الحقيقة هو حقي. بس خلاص، هو بقى يخلي في وشه شوية دم ويقف جنبك في الأزمة اللي انت فيها دي. ها قلت ايه؟ قلت لا إله إلا الله. انت عندك حاجة كريم، انا بكرة أسافر لعب حكيم واتكلم معاه. رجلي على رجلك يا عبد الله. لا خليك انت المره تانية تكون ظروف غير دي. تبقى خايف منه؟ يا كريم خايف من ايه؟ اقول لك عبد حكيم كل ما يشوفني يقول لي تعالى نقعد نصفي حالنا، وانا اقول له لا مش وقت. يا سلام، عيني في عينك كده يا عبد الله. يا كريمه زي ما بقول لك كده، وبعدين ما انت عارفه سلو بلادنا، وعارفه ان انا لو عزت اي حاجه هاخدها في اي وقت. بس يعني انا هروح اظبط الامور مع عبد حكيم، وانت ادعي لنا. ربنا يوفقك ويحنن قلبه عليك. اهم حاجه ما تزعلش نفسك. هكدب عليك لو قلت لك اني مش زعلان، انا كنت حموده كريمه بس ربنا هو اللي مجويني. بعد الشر الف بعد الشر، ما تقولش كده. انت اللي بتعمل فلوس يا عبد الله، والفلوس بتروح وتيجي. ما تبقى فلوس يا كريمه، انما اللي راح ده شجع عمري كله.
القلب والسكر، حاطط يده على خده ليه؟ متضايقة وهطج من جنابي. سلامة جنابك. احنا لازم نخلعه من البيت ده. انا ما طايقاش اقعد هنه دقيقة واحدة، وكمان انا عاوز اكمل علامي. وماله؟ ده انا ياما اتحايلت عليكي. خلاص يبقى نروح نعيشه في مصر. ما ينفعش. ليه؟ ليه ما ينفعش؟ انت لو فتحت مكتب في مصر اسمك هينور يبقى على كل لسان. انت هنهدى في نفسك، وكمان انت مالكش في الشغل اللي الحاج شغال فيه. ما تخلطيش الامور على بعض يا ناديه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، تعرف انا حاسه اننا لو طلعنا من البيت ده هنخلف دسته عيال. هو البيت هو السبب؟ ايوه بصراحه انا على طول مخنوقه ونفسي مش جايباني، وحاسه اني مش واخده حريتي، وامك واختك لو طالوا يرموني في الترعه هيعملوها. ايه الكلام اللي يزعل؟ زي ما بقول لك كده. طب ايه رايك نغيروا السيره؟ لا انت لازم تشوف لي حل. حل؟ عارفه ايه الحل؟ قول. اسمعوا الكلام اللي بيتقال ونضحك بس. هو انت خسران حاجه؟ هو انت اللي بتتهزق ولا يتحرق دمك؟ يا حبيبه عمري، اي حد يقول لك كلمه تكون زي السهم في قلبي. سلامة قلبك، كني يا اخويا بالكلمتين دول. طب اسمعي، احنا هنقول ان هنزور دار عمي ونتدلى مصر ونروح عند الدكتور، وبعد كده هفسحك. طب والجامعة؟ والجامعة اعمل اللي انت عايزة. ايه رأيك؟ كلامك حلو، بس برضو امك ما هتشنيش من راسها. خلاص اسمعي، توحشتك قوي، تعالي في باطل، تعالي. ونجوى بنتك كويسة؟ طمنت عليها؟ ايوه يا سيدي، خلفت التوأم، بقيت جد خلاص. اما انت راجل ناضج صحيح. اهي دي بقى كان لازم يبقى فيها فتة ولحمة للبلد كلها. ليه فتة ولحمة للبلد كلها؟ وبعدين احنا ما عندناش حكاية الفتة واللحمة دي، دي عندكم انتوا. يا باي عليك. على العموم اذا كان عليك انت مقدور عليه. عملت ايه؟ ايه اللي عملت ايه؟ مكان انما ايه؟ عسل، بس عايز له على الاقل 3 4 ايام، بس ما نكونش لوحدينا. حلو، ظبط الموضوع. بص احنا نسافر، وهناك الدنيا هتفتح معانا. ايه بعد فورمه الساحل اللي انت عاملها دي، النسوان علينا هتبقى زي الرز يا حسن. ابوك حسن ماله جاي علينا حسن؟ هبلد عليك يا عبد الحكيم يا اخوي. بقول لك ماليش نفس، زهقان. زهقان من ايه يا مان؟ من البيت. طب ما تسافر. اسافر ايه بس يا سعيد؟ بقول لك زهقان. طيب ماشي، ما انا بقول لك سافر يا عبد الحكيم. اوه السلام عليك يا رجاله. زهقان زهقان. ايوه قول عاد انك انت عاوز تغير الفرش. يا ريت كان ينفع، يا ريت. لو كنت عايز اغير كنت غيرت من زمان، مش من دلوقتي. لا هو ده وقتها وزياده. زمان ما كنتش فاضي، كان وراك الشغل وترتيب الحسابات وتربيه العيال، انما انت دلوقتي عزوه، وعلى الاقل تعيش سلطان زمانك. عارف انا لو منك أنقي بنت حلوة نغشة كده تدلعني اللي فاضل من عمري. ومستني إيه؟ ما تعملها. يا ريت يا ريت يا عبد الحكيم يا أخوي، بس طول ما الولية الفجرية دي في البيت أنا محبوس في زنزانة انفرادي. وأنت كمان عندك فجرية في البيت. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أهلا أهلا أهلا، يا رب تكونوا اتبسطتوا. أبدا والله، دي كانت سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا. سفرية ما يعلم بيها إلا ربنا إيه؟ دي كانت سفرية زي الفل ما تصدقهاش خالص. اسكت أنت، ما تنطقش خالص. ما تخافيش، مش هحسدك يا حلوة يا جميلة. مش قلت لك حضري الفطور؟
جاي تعمل ايه؟ ما انا بحضر وما انا بعمل ايه؟ طب يلا روح. مش لما اشوف شمس جايبالي ايه؟ ما جايباش حاجة، ده احنا يا دوب ركبنا الاوتوبيس من هنا واتسرقنا من هنا. اتسرقتوا تقوموا تقعدوا 10 ايام؟ امال لما كنتوش اتسرقتوا كنتوا قعدتوا قد ايه؟ تعالي يا حبيبة أمي تعالي احكيلي وصدتوا. شايفة يا أمي البت وعمايلها، أنا لو جرالي حاجة هتبقى هي السبب. حرام عليك، أنت مش بتقولي إن دي حبيبتك وصاحبتك؟ أنت بتقول إيه؟ عمرها ما كانت صاحبتها. أنا مش جايلة لك ومفهماك ما تنطقش ولا تقول حاجة خالص. إحنا ناقصين عين، ودي عينها إيه مش أي عين. بومة يا ساتر يا رب. ومن شر حاسد إذا حاسد. يلا حبيبتي خدي جوزك واطلعوا على فوق وانا هحرك شويه ملح. حاضر يا امي. قدامي. عرفتي يا امي. ماشي يا ناديه. ان ما ولعت فيكي. شكل الجيبك. انت خلصت اللي خدته؟ بقول لك ايه؟ مش عايز كلام كتير. ليه؟ هسافر. ابوك عارف؟ ابوك مش هيقول حاجة، ده ما هيصدق يريح دماغه مني. قول له الأول، ده أنت ساحب فلوس كتير. يعني هي الفلوس هتخلص؟ يا عم هات خلينا نعيش. هتروح فين وهتصرفهم في ايه؟ خليك أنت قاعد كده، شاغل بالك بالتجارة والبيت وأمك ومرتك، وحابس نفسك في مشاكلهم. أنا لو منك أكون سلطان زماني، أمير والتجواري تحت رجلي. والله أنت آخرتك هتكون زفت إن شاء الله. وفك اللي في الآخرة من دلوك. أقول لك سيبك من اللي أنت فيه ده واطلع معايا الطلعة دي، وأنا والله هخليك ترجع إيه مروج آخر روجان. على فين؟ تعالى بس وحظبطك. لا يا سيدي، أنا لو هسافر مش هسافر مع واحد زيك فاجد. روق وسيبني انا في الهم. سلام. مش هتقول لابوك؟ لا هقول له ايه؟ ابوك بعد النفسين بتوع امبارح مش هيقوم الا على الظهر. اكون انا وصلت. ابقى انت بلغه. سلام. سلام. اي مش تحاسب يا حسن؟ انت عطول مستعجل كده؟ لا مستعجل ايه؟ انا كنت داخل اصلا مش طالع. قعد. ماشي. أنا جاي عشان أشتكي لك. خير يا ستي فريدة؟ في إيه؟ لا مش خير. واه مش هتقولي تشربي حاجة تاكلي حاجة؟ إيه البخل ده؟ إيش حال إنك أغنى واحد في الناحية كلها؟ تشربي إيه يا ستي فريدة؟ لا من غير نفس ملهاش لازمة. قصره. أنا جاي أقول لك عيب اللي أبوك بيعمله ده. أنا مش عايزة أبيع الأرض. وبلاش كل يوم والتاني يشد لي واحد يكلمني وياخد ويدي معاي. وبلاش التهديد والوعيد دي. أنا ست وحدانية أيوة، بس بميت راجل وأرضي عندي بالدنيا كلها. مش أنتوا بس اللي أكابر، أنا كمان هانم. وما يغركش جلبية والطرحة السودة دي، مصيرك تشوف وتعرف. سلام. رجعنا تاني للموال ده. موال ايه على الصبح يا جبرية؟ نروح مصر كل شوية ونقعدوا فيها بالأيام. مش هتأخر، الصبح إن شاء الله أكون عندك. بشوقك يا عبد الحكيم. أنا بس بقول لك قلبي مش مرتاح، وخراب البيت على دين إسحاق ده. في وأنا أول مرة أنزل مصر، كل ده عشان الشغل. شغل؟ لو شغلي كنت عرفت، كان مروان قال لي. إيه ده؟ مشغلها مروان عشان ينقل لك الأخبار. وماله؟ ولدي حبيبي خايف عليا وعلى مالك وعلى البيت ده اللي عملناه بتعبنا وعرجنا. طيب خلي بقى هو اللي يقول لك. استنى عندك خبر ايه؟ واخد في وشك وماشي، ما تقول لي هتعمل ايه في مصر. أصل أنا بفكر اشتري فيلا في مصر. النبي صح، كنت عاملها لك مفاجأة. هنعيش في مصر؟
طب شوف اما اقول لا انا ما عايزاش فيلا، انا عايزه قصر سرايه الملك، عشان اللي ما تتسماش لما تشوفها تتجهر وتجيلها سكته وان شاء الله تموت. مين اللي ما تتسماش؟ مرت اخوك يا حلو. انت يا حيل، يعني انت عايزاني اشتري فيلا في مصر عشان تكيدي مرت اخويا؟ تهبلي يا بيت. لا يا حبيبي، خلي انت عليك الشراء وخلي الكيد علي انا. يلا يا حبيبي بألف سلامة، والقلب دعيلك، وإن شاء الله ترجع مصبور الخاطر ومعاك العقد. دعيلي. ربنا معاك. دعيلي يا شبرية. ربنا يقويك على اللي انت فيه. صباح الخير يا كراميلا. صباح الخير يا حبيبتي. يلا اقعدي افطري. هو انت مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ ما اعرفش، معدتي مقلوبه من الصبح وماليش نفس. على فكره عايزاك تبلغي حماتك ان انا رايحه النهارده. ليه يا ماما؟ خير في ايه؟ هتستجوبيني؟ اعملي اللي بقول عليه وبس. ده ايه ده؟ حاضر. انا مش عارفه ما بيردش عليا ليه ده. ماشي خلاص اوكي. طب يا عزه تقفل دلوقتي، هكلمك كمان شويه. انت عارفه لو ماما سمعتك هتبقى مصيبه سودا على دماغك. ما خلصنا بقى، هو صبح وليل، وبعدين انا اتفقت معاه يجي يكلم بابا علشان يبقى الموضوع رسمي ونخلص. رسمي ايه يا بنتي؟ انت عبيطه، ده مفلس وماله. اللي معاه يدي اللي معهوش. الله. اللي معاه يدي اللي معهوش. وانتي حبيبتي عايزه يعني ابوك يجيب له شقه ويفرشها له ويقول له اتفضل خد بنتي اتجوزها؟ انتي مجنونه. كفايه انه بيحبني، مش انتي راح تتجوزي واحد كل اللي تعرفيه عنه ان بدلته شكلها حلو؟ على الاقل مش صايع زي البيه بتاعك. انا مش قادره افهم بصراحه، انتي ازاي تقبلي تتجوزي واحد جه وقعد اتفرج عليكي لمجرد ان انتي بنت عبد الله؟ طب والنبي هو ده شويه؟ هو جاي حبيبتي وعارف ان انا بنت اصول، انت اكبر رجل اعمال في مصر كلها. شفتي؟ اديكي قلتيها بعظمه لسانك، عشان ابوكي مش عشانك. لا ثانيه واحده، هو لا محتاج ولا فقير ولا مش لاقي ياكل مثلا زي البيه بتاعك ده. لو جينا بقى حسبناها بالعقل يبقى هو اللي جاي طمعان في فلوس ابوكي، يعني عشان فلوس ابوكي برضو مش عشانك. الكلام ده مش صح. انا اقدر افهم في الشخصيات كويس جدا. عزت ده محترم جدا وابن ناس، هو اي نعم فقير بس عالمي. عارفين يعني ايه عالمي؟ اكيد طبعا عارفين، عالمي في الفقر. لا يا حبيبتي، عالمي في الطموح. عزة اللي مش عاجبك ده بكرة هيبقى ولا بيل جيتس ولا خيبة. انا عندي مشوار مهم لازم اجري دلوقتي حالا. لا استني، خديني معاك في طريق. استني يلا. بابا صباح الخير. صباح العسل يا حبيبتي. كويس ان انا لحقتك قبل ما تنزل. خير يا حبيبتي؟ يعني كنت عايزاك في موضوع كده. قولي. امبارح رحت لعم جميل وغيرت عربيتي. ولا يهمك يا حبيبتي، انا هتفهم معاها. ميرسي قوي، احلى بابا. سلام يا ماما. وخير يا كريم. اهلا يا عبد الله. برضه مش عايز تاخدني معاك؟ سيبيني اتصرف براحتي يا كريمه. ماشي. انت مصر تمشي بدماغك ليه؟ ايه بتمشي بدماغك دي؟ انا حر ولا انا غلطان اللي قلت لك؟ لا انت مش غلطان، بس انا مقصودش يعني. لا تقصد يا كريم. وبعدين انا حر اخسر اكسب اجمع فلوس وارميها في الشارع اللي رايح اللي جاي، انا حر. الله الله الله، انت فهمتني غلط يا عبد الله. انا اقصد تاخدني معاك اطب على عبد السلام، اسلم عليه واشوف شمس واشوف حسن واشوف مروان. ده كل قصدي يا اخويا. مره تانيه يا كريمه، مره تانيه. مره تانيه؟ مره تانيه فيها ايه يعني؟ اديني قاعده اهو. ها وحياتك، انت ما مشيت الا ما نلت المراد والطلب منها. بالك لو ما نفعش. ها
هينفع. هيشوفها بومة قرد مسلسل، ولا هيطيقها ولا هتيجي جسم عصرتها. بعدين انا عمري قلت لك حاجه وما حصلتش؟ مش قلت لك انها مش هترمي ولا هتشيل وهحصل؟ صح، حصل. خلاص انت بس تاخدي ده تحطيه في قلب المخده، وده تحطي شويه منه في كوبايه ميه على الرنج، وبيدعي لي بقى. عارفه يا دلال، لو طلقها او غارت نادرين عليا، تجيب لك بيت جديد. قلتي ايه عاد؟ هتغور، والله العظيم هتغور. بيت جديد؟ طب اقول لك، لو ما غارتش هجيب لك رقبتها على صدرها. هتخلصيني منها يا بنت؟ لو تمن بيت جديد كبير وحلو كده اخلصك منها ومن اللي جابوها كمان. شوق على مهلك شوق، بكرة الدنيا تروق. ترارارا، شوق على مهلك شوق، بكرة الدنيا تروق. والله لمصدق نفسي ان احنا مسافرين نهوى نفسينا. ايوه، اخيرا اخيرا يا اسحاق هنشم هوا الحرية ونطلع من النكد اللي احنا عايشين فيه دي. على رأيك هنقعد يومين بعيد عن الهم والغم ووجع القلب ده. طب ليه ما رحناش اسكندرية؟ ليه؟ ويا مصر وحشة، دي عسل وحاجة زي السكر. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش، بس يعني انا بستش ولا حاجة. لعلمك انا اعمل لك مفاجأة 10 على 10، عمر عقلك ما حيوصل. لا مفاجأة ايه؟ ما حبش مفاجأتك يا سحق. لا، وهي دي اي مفاجأة؟ دي هتخرج من نفوخك وحياتك انت. وابقى قول اسحاق قال لي. قال لي انت هتغنيه، ما تطلع مغني احسن. طب سوق. سوق على مهلك سوق، بكره الدنيا تروق. صباح الخير يا مدام سيهان. حضرتك لما تبقي مديه ميعاد لحد ما تبقيش تتاخري عليه. خير، حضرتك عايزاني في ايه؟ لا ده كده مش خير ابدا، البدايه ما تطمنش. ما دام حضرتك ابتديتي بالكلام ده انا هقصر عليك الطريق، لان انا بصراحه ما كنتش عارفه ابتدي ازاي، بس دلوقتي انا جايه عشان اقول الجوازه دي ما تنفعش. يا اختي لو بعرف ازغرق كنت اوي. بركه يا جماعة اللي جت منكم، ده انا اللي جايه اقول لك ابنك ما ينفعناش يا حبيبتي. احنا عايزين راجل يعرف يشيل المسؤوليه و لا يتهنن ولا يتدلع ولا يبقى عايز ماما تحط له البزازه في بقه. ويا ريت يا ست سهام يا اختي تعيدي نظر في تربيه ابنك. يا اختي، عشان لما يتقدم لحد يحترموه، العروسه تحترمه وتقول ده راجل مش ننوس عين امه. بالسلامه يا روح الروح. مع السلامه. ده يا تاخدك. مروان قوم اتحرك. ايه في ايه؟ بسم الله. عمك عبد الله هنا؟ تقولي صح؟ ايوه، انا شفته وهو داخل، قلت اجي اقول لك بسرعه قبل الست الوالده ما تستفرد بيه، خصوصا ان ابوك مش هنا. اسكتي، ايه الكلام ده؟ في ايه؟ بقول الحقيقه، امك ما بتحبوش ولا بتحبنا ولا بتحب اي حد في البلد كلها. قلت لك مليون مره الكلام ده مش عايز اسمعه، وبعدين انا ما بحبش اشوفك متعصبه. بقول اللي جوايا. اكتم في نفسي يعني اطج اموت؟ لا، بعد الشر عنك ما تموتيش. اسمعيني دلوقتي، اذبح فرشتين لعمي. بتبصي لك ده ليه؟ يلا قومي قومي يا قمره وربيع، يا ست الستات. ايوه كده، اضحكي. يلا قومي. عيني. يلا يا عيني. يلا قومي يا حلو، قومي. أمال فين ست كريمة؟ ما توحشناهاش. إزاي بقى ست جبرية؟ والله كانت عايزة تهاجي معاي، بس زي ما تقولي كده يعني أنا اللي كنت مستعجل. يا مرحب يا مرحب، والله توحشت البنات. ده أنا ياما قلت لعبد الحكيم ياخدني نزورهم، بس هو كده يعني كان بيلاوعني لحد ما قلت
في حاجة أنا ما عارفهاش ولا في حاجة هو ما عايزش يقولها لي؟ حاجة يا جبري يعني هتكون أست كريمة ما عايزاش تشوفني. البنات شايفيننا قليلين يعني كمان احنا عايشين هنا وهم في مصر واحنا ناس غلبة كده على كدنا يعني. ملوش لزوم الكلام ده يا ست جبرية. أنا بس جاي في موضوع كده وماشي على طول، إنما إن شاء الله المرة الجاية أعمل حسابها بعد 3 أو 4 أيام وأجيبهم معي. يا ريت يا أخويا يا ريت. وأنا بقول البيت نور ليه؟ لن يا مرحب بالناس الزينة يا ألوف المراحب. ازيك يا مروان يا ولدي؟ استغفر الله العظيم. ازيك يا ولدي؟ الحمد لله. بنات عمي فين؟ اوعى تقول ما جو شيء. والله ما كان ينفع يا مروان يا ولدي. ليه يا عم؟ هم مش عايزين يعرفونا ولا ايه؟ قول له احسن بيزعل من كلامي. هم شكله مجده مع جنس يجوا. يما. ايه يا حبيبي. عايزين من يدك الحلوه دي غدوه على كيفك. يا سلام بس كده عيني. بس واكلني يعجب عمك كمن هو معود يعني على وكل الهوان المقبض. عامل لك بوط قد من ادمه. عشت اخوي. ما تزعلش يا عمي. هزعل من ايه يا ولدي؟ سيبك انت، انت عامل ايه وحسن عامل ايه والبيت سمس كلنا زينين، ناقصنا انت يا عم. يا عم احكي لي. احكي لك ايه؟ اي حاجه. انت تعرف انا احب كلامك وحكاويك كمان. وحشتك كتير يا ادم روى. وانت يا عم ما تزعلش من امي. حدش بياخذ على كلام امك. يا مرحب يا عم. جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ ما عرفهاش بس أنا مش مطمنة للزيارة دي. ما سألش عليا؟ ده باين إنه نيسي اللي عنده أخت، ده ولا جاب سيرتك. طبعًا هي السنيورة اللي واكلة عجل ونحلة وبره، هتخليه يفتكر إن ليه أهل ولا تحنن قلبه علينا؟ وتلاقيه جاي من وراها سرجة. صح. بقول له هما فين؟ قال لي معلش إنه بادي، أنا جاي صد رد. صد رد إيه وزفت إيه؟ دي لو عرفت إنه جاي هنا هتاكله. مش بعيد كمان تديله كلمتين في جناوي. انا عارفه. حلوه يلي شايله الفرج. تعالي يا حلوه اللي شايله الفرج. اكتموا. تروحي فين بالفروجات دي يا بت؟ مروان قال لي تبحيهم عشان عمي هني. عمك من متى بقى عمك؟ جاك عم الدبب. وانا مالي؟ وانا اللي قلت. تعالي هنا. انت رايحه فين؟ هخش اسلم على عمي. اتوحشته قوي، بحبه، مجيته هني عيد. كان نفسي اشوفه هو ومرته عمتي كريمه الست العجله الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. ده انا اللي هتحط عليك. هكتب الضحك. يا بنت اطلعي فوق. اختفي من قدامي. عمتك هتكسرني عشان عاوز اخش اسلم على عمي عبد الله. ازيك يا فوزي؟ اتوحشتك قوي يا عمي. جبت لي معاك ايه من مصر؟ كل خير يا حبيبتي. بقول لك ازيك يا فوزي؟ الحمد لله كويسه وزي الفل. وايه المقابله دي يا فوزي؟ وعاوزني اقابلك ازاي يعني؟ هو انت كنت بتسال ولا بتطمن ولا حتى افتكرت ان ليك اخت؟ طبعا البركه في الهانم الكمل اللي تتحط على الجرح يطيب. الا بالحق يا عمي. ازاي يا عمتي كريمة وبنات عمتي بخير؟ بخير يا حبيبتي. بسلم عليك. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ استغفر الله العظيم. يا عمي ازاي بنات عمي؟ الحمد لله يا سمس يا بنتي. شمس فوزية عايزك في كلمتين. عايزني انا؟ بركة، والله بركة ان انا بقى ليا عازة. تعالى يا اخويا، تعالى زي بيتكم برضك. بعد اذنكم. نادية، روح اتبع الفروج. اتبعه واديه بحنا؟ لا يا اخوي. نادية،
اتباح الفرفوج. انت اصلك مش عارف اللي حصل. امك الهم واروح امك. جرت لي بلاش فروج، خليه بط. اصل اللي عايشين في مصر متعودين على اكل الفروج، انما البط حاجه تانية خالص، وخصوصي ان عمي عبد الله بيحب الرجاج بمرقه البط. مش كده يا حماتي؟ كده يا روح حماتك. روح اتباح الفرفوج. يما عشان خاطري يمشوا بس، إن ما طفحتك عظم البط ما بقاش أنا يا نادية. مش فاهمة حاجة يا عبد الله، ما تجيب من الآخر. حقيقة أنا في أزمة فوزي. أزمة إيه يا أخويا بعد الشر عليك من الأزمات؟ يا عم أزمة إيه؟ استنى أنت يا مروان، قول يا أخويا، قول أنا سمعاك. أنا محتاج فلوس. محتاج فلوس؟ أنت محتاج فلوس؟ عيب يا راجل، ده أنت كلك فلوس، ده أنت سمعتك جايبة البلد من شرقها لغربها، ولا الهنم زنت عليك؟ مش لزوم الكلام ده يا فوزي، أنا بتكلم معاك عشان أنت أختي. تتكلم معايا؟ من متى يا قلب أختك بتتكلم معايا؟ ولا حتى افتكرت إن ليك أخت مرمية في البيت هنا؟ انت عارف انت بقالك قد ايه يا عبد الله ما كلمتنيش؟ ولا حتى رنيت عليا وقلت لي كلمني شكرا وانا كنت اتصلت بيك؟ فوزيه الحكايه بقول لك ايه يا عبد الله، الشويتين دول ما يخلوش عليا، والمسكنه اللي انت رسمها على وشك دي ما تدخلش على عقلي. عيب يا راجل، عيب تبقى راجل كبير كده وجاي تتكلم في فلوس وانت كلك فلوس. فلوس ايه يا عبد الله اللي جاي تتكلم فيها دي؟ عمتي جرايها روح عمتك، مش عاجبك كلامي اياك. ممكن نأجل الكلام دي لبعد الغدا. وبعد الغدا ليه؟ ما اللي هنقوله بعد الغدا نقوله دلوك. بص بقى يا قلب اختك، يا نن عين اختك من جوه، اسمع يا مروان عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الحكايه وما فيها شغل حريم هاري وغيره. الست كريمة لا على حمي ولا على بارد، قاعدة تبخ سمها في ودنك وتلاقيها بتقولك الأرض يا عبد الله، البيت يا عبد الله، الفلوس والتجارة اللي هم فيها دي من فلوسنا يا عبد الله. عاوزة تقطع وتشفي وتلها في كل حاجة، لكن ده بعدها، أنا بقى اللي هقفلها. أحب على يدك، ما تزعل شيء. لا ولدي أنا مش زعلان منها، فوزية في الأول وفي الآخر أختي. المهم أبوك ما تخافش، أبويا مش هيسيبك. يا عم حكاية الأزمة دي إيه؟ قولي لي كان عايزك في إيه؟ عايز عزرائيل. حرام عليك يا بنت، ده اخوكي. حرام عليا، ده اخويا. طول ما وراه العقربه دي يبقى هو وهي في 60 داهيه. اسكتي يا جبريه اسكتي، انا شايله ومعبيه. عندك حق والله، بس قولي لي عاد هو كان عايز ايه؟ جاليه عايز فلوس. فلوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، منين يا اختي منين؟ ما انت عارفه كل حاجه. منين ما انا عارفه كل حاجه. جرايه يا جبريه. لا ما قصديش يعني هو، يعني الحمد لله الخير كتير وكل حاجه، لكن لكريمه له. ايوه لكريمه له. لكن الخير كتير والحمد لله يا ست. كتير. بقول لك يا حماتي، اذبح رومي كمان ولا كفايه كده؟ اقول لك انا اللي حذبحك. امشي يا بنت، امشي امشي غوري. هي حصلت ترميني بالمدرس؟ ده انا هقطع عليكي كمان. امشي امشي يا بنت. يا مروان في ايه؟ امك بترميني بالشبشب، امك بتهني. لا كله لجلة الجيمة. انا عند ابوي لما تعرف جبته بجت على خدني. بنت يا نادي، راح فين يا بنت؟
لا لا يا عمي، كله لك ده، ده انا الصغير والكبير ما داس ابويا فوق دماغه. انا مش راجعه لما يجيب لي حجي. حجي ايه يا ام حاج؟ يما يما عيبك ده. يا مري بتقول لي انا عيب؟ انا اللي غلطانه يعني؟ بتركبها عليا يا ولد بطني؟ ما تقول لها كمان تاخدني قلمين. اخص عليك اخص. مش قصدي يما حقك علي. اوعى اوعى بعد عني. طيب فوق دلوقتي يا نادي. طب والله انا ما قاعده في البيت ده طول ما هي فيه. شايف؟ خلاص يما يما. اوعى مروان يا ولدي. ابقى روح صالح مرتك. يا اهلا وسهلا يا سي عبد الله. يا مرحب، بركتك هلت. اوعى تفتح، هتقلب دماغك على الفاضي. يمكن حد محتاجني ولا حاجه. ايه اللي هيحتاجوك فيه؟ وبعدين انت من حقك تروق دماغك. هو زمان كان معانا الهباب ده ولا كنا هتشيله؟ الناس كانت عايشه وبتتصرف وزي الفل. لعلمك محدش خرب الدنيا الا البتاع ده. والله عندك حق. وبعدين لما حد يسالك قول له التليفون كان عطلان او فاصل شحن او الشبكه واقعه، عندك بدل العذر مليون عذر. لما انت جبتنا هنا ليه؟ عامل لك مفاجأة. اه مفاجأة كيف يعني؟ قول انت بس كده وظبط حالك وبعدين هتعرف كل حاجة. عارف كل حاجة؟ كل لكن انت تعز الأكل. يخرب عقلك يعني. كل من خيرك يا عبد الحكيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مش هتغيري عشان ننزل؟ اغير ايه وقرفي؟ بقولك ايه، انت مالكش كلام معايا خالص، انا جاي هنا عشان خاطر محروسه بس. الله يخليك الله يخليك. انا ماشي اصلا. مالها دي؟ قفش عليك يا سيدي. لا ان شاء الله. انت بصراحه الرحله اللي فاتت كنت ناطرها على الاخر. طب بقولك ايه، البت دي انا مش عايز اشوفها تاني، وحساب الفندق انا مش دافع فيه ولا ميلم. تشيل نفسها، انا ما بحبش انا عوجة البوز دي. انا جاي عشان افرفش مش جاي عشان اصالح ودادي. انا برضو هقول لك يا ابو المفهوميه، البنات بتحب الدلع. ادلع ايه؟ هي مرتي عشان ادلعها؟ طب قسما بجلال الله لو مرتي عملت العمله دي لكون حدف على بيت ابوها. عشان كده عمرك ما هتعمر. اعمر ايه وزفت ايه؟ بقول لك ايه، انا ما بحبش التكشيره والبوز الفجري. عليا النعمة دافع لها ولا ميلم، ولو دفعت لها حاجة اعمل حسابك انك مرفوض، بخلي حد في البلد يشغلك. كل يا عم. تغور في 60 داهية، تغور في 60 داهية، وانا لا اكل؟ ده انا لما ده انا بصدق ان انا اخرج معاك. يا سلام. ايش القهوة؟ دليدة. معقول تبقى هي دي المفاجأة؟ ايه رأيك؟ عشان بس تعرف ان انا احسن منك. انا اتصلت باسحاق وانا اللي قلت له يجيبك هنا عندي، وانا اللي شرط عليه انه ما يقولكش، عشان عارفة ومتأكدة انه لو كان قالك ما كنتش هتيجي. مين قالك ده؟ يعني لو كان قالك ان الاوتيل ده بتاعي وان انا مستضافاك هنا عندي كام يوم كنت هتيجي؟ اجي ده انا اجي واجي واجي كمان. انما ازاي يعني الفندق بقى بتاعك بالسرعه دي؟ يا عبد الحكيم استنى بس يا اسحاق، عليهم الف مبروك. تعرفي انا لما اكون متخانق ولا متضايق ولا مخنوق بفتكرك على طول، وافتكر الايام الحلوه اللي قضيناها سوا.
اتوحشت الجو يا جميلة. وانا كمان يا عبد الحكيم. المهم ان انت هنا ضيفي والاوتيل كله تحت امرك. اي حاجة تضايقك، اي حاجة ما تعجبكش، على طول كلمني. اسحاق. ايوه ست دليدة. خلي بالك منه حكيم، انا عارفاه وهيخلع منك. دايما بيقول الكلام الحلو وبعدين بيخلع. ولا نسيت؟ اخلع بقى بعد ما شفتي. اخلع اسحاق هو اللي هيخلع. اشرب واخلع. ابوي طلع طبور. ماشي يا عبد الحكيم، دي لو جبريه عرفت حطين عيشتك. اضحك اضحك. بقول لك ايه، ضيف حسابي على الاستاذ حسن بيه. استاذه ندى بتقول ان احنا نضيف حساب على حضرتك. ولا عارفها. نعم هي وليه انت؟ في ايه مالك؟ ابعد عني. بقول لك ايه حسن، ادفع الحساب يا اما وديني اعمل لك فضيحه هنا. تعمليني انا فضيحه ليه؟ وانا اللي قاعد في اوضه مش عايز ادفع ثمنها؟ طب جربي كده وشوفي مين هيبايت في التخشيبه النهارده. ما تهزرش يا حسن. انا ما بهزرش يا روح امك. روح امي؟ اروح امك. ما انا عايزاني اكلمك كيف. بقول لك ايه يا بنت انتي، انا لما بقول لك انك تيجي بيبقى عشان نقضي وقت لطيف، مش عشان تعكنني على اهلي. يلا روح ارمي بلاكي على حد تاني. يلا محروس. محروس الحقني. مين دي يا حسن؟ حسن يلا. الولية زي ما يكون مصدقت بتتلكك. دهية تاخدها، وانا يعني اللي كنت راضي عن الجوازة دي اغرف دهية. ماما كنت عايزة اتكلم معاكي في حاجة بس يا حبيبتي. خير يا زينب؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ ايه يا ماما مالك، انتي في حاجة مضايقاكي؟ لا يا زينب انا كويسة زي الفل الحمد لله. طيب بص يا ستي، انا عايزه اروح عند الجواهرجي، لقيت حته بس. لحد يقولي جواهرجي ولا بميض نحاس ولا عايزين فلوس ولا سايخ ولا عايزين، ما حدش جاب لي سيره دي خالص. سامعني ولا مش سامعني؟ ايه يا ماما في ايه؟ هو انا قلت ايه يعني كل ده؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا ماما؟ معلش معلش يا زينب، اصل انا صاحيه متضايقه شويه وعندي شويه صداع. بلاش اتضايق يا ستي، وانا مش بشر وانا مش بني ادم. ماما عايزه اعرف ايه اللي حصل بالظبط. نعم يا ست رتال، اللي حصل في ايه بالظبط؟ حضرتك عارفه انا قصدي ايه كويس قوي. اه فهمت دلوقتي، يبقى حضرتك قابلتي المتنيل على عينه المعدول صح؟ صح. يبقى اتخانقتي معايا. اتخانقتي معايا يا ماما، وكل ده جه فوق دماغي انا. جه فوق دماغك ازاي يا ست الستات؟ قال ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. والله ابن اصول، ابن حلال مصفي، بركه يا جامع انها جت منه. ايه يا ماما اللي حصل؟ رتال اهدي، مش كده ماما. لا يا زينب مش ههدى، انا لازم اعرف ايه اللي حصل. هو انا يا ماما مش كنت قلت لك تتحمليها شويه عشان خاطري انا؟ يا اختي ولا تحملها ولا تستحملني يا بنت. ده انا اول ما دخلت اديتهم لي في جنابي من المنائي يا خيار، واخرتها قالت لي معلش يا حاجه كريمه مفيش اسمه ونصيب. قلت لها ليه يا حاجه كده؟ قالت لي اهو من غير سبب. يعني ايه من غير سبب؟ ابي روحي ساليها يا اختي. بقول لك ايه، الواد ده رجله ما تعتبش هنا، انت فاهمه ولا لا؟ انت عارفه لو تقلك بالذهب، الذهب اللي انا كارهه اسمعه برضه مش هتاخديه. كتكون قرف. ايوه يا بنت انت وهي اوعوا كتكون قرف. عاجبك اللي امك بتعمله ده؟ في حاجه غلط، كل حاجه في البيت ده بقت غلط يا هبله. انت في حاجه غلط بتحصل احنا ما نعرفهاش. من امتى اصلا بابا كان بيسافر يزور عمي؟ وبعدين راح فجاه كده وماما سابته، لا قالت لا ولا قلبت الدنيا زي كل مره. وكان بيروح. ايوه كان بيروح، بس الغريبه بقى ان المره دي راح وما سالش اي حد فينا اذا كان عايز يروح معاه ولا لا، ومشي فجاه كده. انا ما يهمنيش بقى كل اللي بيحصل ده، انا يهمني المصيبه اللي انا بقيت فيها دلوقتي. يا عبيطه انتي، افهمي الاول ايه اللي بيحصل ده وبعدين اتكلمي. انا متاكده ان ام الزفت اللي انتي مخطوبه له ده هي السبب، هي اللي غلطانه.
بقولك ايه يا زينب؟ انا عارفة ومتأكدة ان كلكم بتكرهوه. ده ايه القرف ده؟ والله العظيم انت عبيطة. يعني عايزة تقولي انها عملت كده من باب للطاق يعني؟ اي والله العظيم يا ابوي عملت كده من غير سبب. طب اقول لك اسال عمي عبد الله. عمك عبد الله؟ هو عبد الله هنا؟ ايوه وكان شاهد على كل حاجه. بقول لك ايه المره دي غير كل مره، وعزة جلال الله ما حط رجلي في البيت ده تاني. مروان ده انا مش هرجع له تاني لما يجيب لي بيت لوحدي بعد الرمي بالشبشب. نقص ايه تاني؟ مش عارف اقول لك ايه. بس يا بنت انا عارف انت بنت سو. يعني برضك هتركبنا انا الغلط يا بنت جبريه دي؟ زي امك يعني، لو تجيب الطين كده تشيله وتحطه فوق راسك تقول لها تمن يا امي. تفهمه ولا مش فاهم؟ لا يا ابوي مش زي امي. يا ابوي ده انا عايشه وسطهم خدامه. خدامه ايه بس يا بنت؟ ما انا فاهمك وخبرك كويس. جرى ايه يا ابوي؟ هو انا رخيصه عندك جو كده؟ رخيصه ايه يا بنت؟ ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. اقول لك انت اغلى من بيت عبد الحكيم باللي فيه. امال ايه بس؟ انا بس مش عايزها يعني تمشي اللي في بالها. هي عايزه تخرجك من البيت ما ترجعيش تاني. طب ما انا عارفه. انت عارفه وتسيبيها زي الهابله تعمل كده؟ اقول لك قولي يا بنت عبد السلام. ما انا كان لازم اعمل حكايه كبيره وزعله، والمره دي فرصه. عمي عبد الله موجود ومروان شاف بعينه كل حاجه. كان لازم اعمل غضبه واسيب البيت عشان اجبره يجيب لي بيت ليا لوحدي. يعني ملعوب يعني؟ ايوه انا ما صدقته بصراحه. طب عليا النعمه من نعمه رب ان ما كنت تاخدي بعضك وديلك في اسنانك وترجع على بيت جوزك لكم بيتك الليله في الزريبه جنب البهايم. فاهمه ولا مش فاهمه؟ هتعملوا معايا ايه؟ هتسجنوني يعني؟ خبر ايه؟ لا ساعتك مفيش اي حاجه يا فندم. لا في تصور يا باشا، انا بنزل هنا كتير زبونه يعني، واول مره انسى الكريدت كارد بتاعي. يقوموا عايزين يسجنوني عشان يوم وشويه مشاريب. قام الحساب. ما يصحش يا باشا. قام 1200 جنيه ضيفهم على الحساب عندي. انا متشكره قوي. بس بدي اعمل حسابك المره الجايه. طيب ممكن نمر التليفون حضرتك عشان ارد لك المبلغ يعني؟ لا اعتبريه هديه مني. لا ما ينفعش، لازم اخد نمرة التليفون. دي الكارت بتاعي. خبر ايه يا فوزية؟ بنادي عليكي من تحت بقالي ساعة. ايه ما سمعنيش؟ لا ما سمعاش. طب تعالي تعالي اقول لك على حاجة. قولي إيه؟ قولي يا اختي. شوفي انا ما قصداش اتدخل بينك وبين اخواتك، انت عارفاني ماليش صالح. انا بس كنت عايزة اقول لك يعني ان اللي بيحصل ده عفش. لا اتدخل يا جبرية، ما انت زي اختي برضك. طيب اوعي تصدقي إنه محتاجين. لا ده ملعوب. وحتى لو مش ملعوب إن كان على أخويا أنا أديله نن عيني من جوه وعن طيب خاطر كمان، إنما طول ما وراه العقربة كريمة دي ما هيطولش مني مليم أحمر. صح يا بنت صح كده. أنا كنت عايزة أقول لك كده. والبت نادية دي كمان لازم ما نخشش البيت تاني، دي بنت جليلة الأدب عايزة تتربى. هقول لك إيه، ما هي كل ما تمشي من البيت أخوك يجري يجيبها. ده أنا غلبت معاه. خلاص انت عليكي مروان وانا علي عبد الحكيم. لا يا اختي ما اقدرش. يقولوا ايه طفشت مرات ولدها؟ لا 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 وانا حسيسه اسمع كلمه كده ولا كده هتجموت. لا بعد الشر يا اختي، اصل البت ناديه دي زي عمتها واقطع دراعي اما كانت بتنجل لها كل كلمه وكل حرف بيتقال في البيت هنا. طبعا ودي عايزه كلام. بس قولي لي نعملوا ايه؟ معرفش، بس لازم أن الواد مروان ده يكرهها يشوفها كأنها عزرائيل قدام. يا أختي حياتك عندي ما خلت حاوي ولا مخاوي إلا ما روحت له. فيش فايدة. حاوي إيه ومخاوي إيه؟ أنت عايزة تخطيط على كبير، حاجة كده تخلي الواد مروان يشوفها جردة يحلف ميت يمين ما تخش البيت تاني وأبوها عبد السلام ينكسر قلبه. يا سلام يا فوزية يوم المونة يا أختي، وساعتها
أجوز ست ستة على مزاجي. أنا اللي غلطان، أنا اللي عملت كده في نفسي. ما تحطش في بالك، ما تحطش في بالك يا عم، كل حاجة هتصلح، وأبوي أنا اللي هكلمه. بس أنت لازم تجيب الراجل اللي نصب عليك ده. هيحصل، وحق جلال الله لا يحصل. قول لي يا عم أنت عامل إيه؟ والله مش كويس يا مروان. اللي حصل ده خلاني عرفت إن ما كانش لازم أسيب البلد واصل. هو إيه اللي حصل؟ لم يحضرك أكتر من كده. ده أنت اللي بتجيب الفلوس. ما هتشوف العمر يا مروان. البنات كمان كبرت. بنات عمي رجالة. تعال يا عم. بقول لك ايه يا مروان؟ قول. ما تبقى تجيب مرتك واختك وتيجي تزورونا. هيحصل. يعني احنا المفروض ان احنا نموت بعض. هيحصل يا عم. انا كنت بفكر بكده. وابوي انا اللي هكلمه وافهمه على الفوله. والله ابوك ده يا اخي انا مستغرب. يعني يكفي الموبايل وما يقولش لحد هو فيه. انت عارفه. لا 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 علي الطلاق. انت راجل اي كلام؟ ازاي تنزل البلد من غير ما تعد علي؟ والله العظيم تلك احلف بالله العظيم ولا تخطها على لسانك. انا زعلان، زعلان قوي كمان. انت المفروض اول ما تنزل البلد هنا تعد علي. والله كنت جاي لك. جاي لي؟ جاي لي ميت بعد ما الليل بيدخل علينا ولا ايه؟ وبعدين قوم يلا تعال نتغدى مع بعض. يقوم روح فين يا عم؟ ولا كلمة. انت كيف تسيب البنت تطلع من البيت؟ هي اللي هبت وخدت فدلها. خدت فدلها؟ تديها بالجزمة تحبسها في الأوضة وتقفل عليها بالمفتاح. أنا زهقت 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 يا ولد. دي غيرة نسوان وشغل حريم مش هيخلص. يا عبد سلام، النسوان محيرينه يعمل ايه الراجل؟ امه ومرته. امه طبعا. انا بقول لك اها، امك لو عملت فيها ايه تقول لها كمان، وزيدي يا خاله، ولو فتحت خشمها تعال قول لي. والله يا عم انت اللي بتصبرني على اللي انا فيه. طيب يلا نقوم نتغدى وتاخد مرتك وانت ماشي. وبعدين اتوحشت عمك، عايز اقعد معاه شوي. يلا يلا مروان يلا. تفضل يا عبد السلام. رد بقى يا عبد الله، رد، قلبي وقع في رجلي. رد الصبر يا رب، الصبر يا رب، الصبر يا رب، الصبر من عندك. في ايه مالك؟ ما تقلقنيش عليكي. مفيش حاجه، سيبيني في حالي يا زينب والنبي عشان خاطري سيبيني. لا انا مش هسيبك في حالك، انا عايزه اعرف في ايه. يا بنتي بقول لك سيبيني في حالي، وما اقدر هتفتحوا لي. انا عايزه اعرف ايه اللي حصل بالظبط يا ماما، عشان انا خلاص مخي هيشت مني. عايزه تعرفي ايه اللي حصل؟ ايوه يا ماما عايزه اعرف ايه اللي حصل. ان النوس يا اختي بتاع امه اول ما عرف ان ابوكوا فلس طفش، خدله في سنانه وقال يا فكيك. وامه أول ما شافتني ما صدقت، كأنها لقيت لقية قدامها، وهاتك اديله. يا دماغي، دماغي. هو مين ده اللي فلس يا ماما؟ أبوك يا زينب، أبوك فلس. لا لا فهميني، أنا مش فاهمة حاجة خالص. والله العظيم أبوك فلس. لا الحقيقة. تعالي تعالي اقعدي. دماغي يا اختي، دماغي يا اختي. انا مالك؟ انا مالك يا دماغي. ماما اطلع من الحركات دي يا ماما. انت يعني شكلك كده كنت بتسأليه هو بيحبني ولا لا، عشان يعني خايفة عليا مش كده؟ ما سألتوش يا بنتي ولا اتكلمت معاه. هو عارف من السوق، السوق كله، السوق كله عارف ان عبد الله فلس، عشان كده ابوكوا سافر راح لاخوه في البلد ياخد منه مراسه، يمكن يقدر يحل ازمته دي، يمكن. يا دماغي. توديني اوضتي،
يعني ايه؟ يعني كل حاجة كل حاجة؟ يعني خلاص بقينا على الحديدة ولا أزمة وهتعدي وخلاص؟ بتنجي انت بالذات دونا عن اخواتك مش عايزة اسمع اسمك خالص، مش عايزة اسمع صوتك، بتنشزي وحشة. امشي. والعمل يا ماما؟ امشي بره، العمل اسود ومنيل على دماغي يا بنت. امشي من خلقتي يا بنت. لازم اعرف برضو ايه اللي حصل. امشي يا ريتان. لما يجي ابوك يا اختي بقعدي معاه واساليه، اساليه، مش عايزة اسمع صوتك يا بنت. ما اهدي بس شوية، تلاقيكي فهمتي الموضوع غلط من بابا. لا لا يا شهد، ما فهمتش غلط يا بنتي. وابوكي لو عارف ان الموضوع فيه سوء تفاهم ولا فيه غلط ما كانش لابس وتهندم وعصر على نفسه شوية ليمون ونزل لاخوه عشان يطالب بحقه وبورثه عشان يفك الازمه اللي احنا فيها. بابا لا يمكن يعمل حاجه زي دي الا لو فعلا في كارثه. يسلم في امك يا حبيبتي، يسلم نفوخك ودماغك. احنا فعلا في كارثه كبيره قوي، كارثه ملهاش حل. سيبك انت من كل ده، المهم يا حبيبتي ان انت كويسه وبابا كويس. ايوه احنا مش خايفين على الفلوس. فلوس ايه بس اللي بتتكلمي عليها؟ المهم انتم. يا ريتها كانت مشكله فلوس. لا المشكله اكبر من كده. بعد الكارثه اللي احنا فيها دي ابوك طلع مديون، الراجل شريكه اللي كان مشاركه الحرامي ابن الحراميين، خد كل الفلوس بتاعت القرض اللي ابوكوا عاملها باسمه وطفش فص ملح وداه. انا خايفه على عبد الله قوي، مش عايز ده يتبهدل بعد العمر ده كله. كان مستخبلنا فين ده بس يا رب، كان مستخبلنا فين ده بس يا رب. رايحة فين يا زينة؟ هكلم يا ماما مدير البنك اللي بابا واخد منه القرض، أنا أعرفه كويس، هكلمه أشوف الوضع عامل إزاي. ما تريحي شوية يا ماما، ما تفكريش في أي حاجة، طز في أي حاجة. طز؟ طز. طز في اللي أبوك رايح له، وطز في العقربة ومراته، مرات أخوه. أنا صعبان علي أبوكي، هيقف قدامهم ويتذللهم عشان خاطر الفلوس. يا ما قلت له اطلب ورثك، اطلب حقك عشان يومنا غير زي ده. ما سمعش كلامي، أبوكي ما بيسمعش الكلام، ما بيسمعش. ماشي. انت بقى برضو ما بيردش. انت بتكلمي مين؟ مش هستريح الا لما اديله كلمتين في جنابه. انا هوريه ايه الاسلوب ده. انسي خلاص ده، انت حتى لو شفتيه في اي حته في الشارع ولا كانك شفتيه ولا تعرفيه قبل كده ولا كأني شفته. ده ايه؟ هو انا هسيبه؟ حياة امي ما هسيبه. استني ثانية واحدة مدير البنك. الو ازاي حضرتك؟ انا زينب عبد الله. الحمد لله كويسة. انا بس كنت عايزة استفسر من حضرتك عن حاجة تخص بابا بعد اذنك. اوكي. الحقوني. شكرا. الحقوني في ايه؟ ماما وقعت مني. ايه؟ ماما مالها؟ ماما في ايه؟ ماما شلون معي؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ ماما على مهلك سنديها. كلمك الصوت. ماما انت سلام عليك يا ماما. تعالي يا حبيبتي انت كيشانك معايا على مهلك.
واحدة واحدة بالراحة. بالراحة. ألف سلامة عليك يا حبيبي. الو دكتور محمد. عبد الحكيم راسه ناشفه صح وجلبه جامد، بس والده حلال ومش حيسيبك، وانا عارف الكلام ده. انا معرفش اعمل ايه يا ابسلام، على اليمين انا لو لاقي سكه تانيه لا كنت اتكلمت في حاجه ولا طلبت حاجه. انت مالك بتتكلم كده كانك بتاخد حق مش حقك؟ ده مالك ورثك عن ابوك، انت كنت سايبه بمزاجك، مش معنى ذلك ان انت مالكش فيه. أنا قلت يعني طالما ربنا كرمني وفتحها علي خلينا حبايب أحسن، وزكاة الفلوس حتشيلنا من بعضينا بلاها الفلوس من أصله. بقول لك إيه؟ إيش مدك ده؟ أنا عايزك راجل من الآخر، ولازم تعرف إن أخوك يديك عينيه التنين، بس أهم حاجة تبعد العقرب اللي عايشة معاه ده. يا عم لا أبعد ولا أقرب، ماليش فيه. أقول لك أنا هقوم عشان ألحق أروح. تروح فين؟ أنت هتبات هنا النهاردة وأنت حابب تمشي في الضلمة دي؟ دري يا عبد السلام، هيك ما عرفش أختك كريمة أنت، زمانها قلب الدنيا. كلمها في التليفون يا أخوي. ما ينفعش يا عبد السلام. لا يا مروان. طب احكولك أنا مش عاوز أعيش معاك، أقول لك طلقني. البت دي عايزة قطع رقبات. يا عبد السلام، البنات ما تجيش بالعافية، تجي بالراحة. بالحنيه. انت اتجننت يا ناديه؟ اتجننتي؟ بتبجحها فيا وبترفع حسك كمان؟ انا خلاص زهقت، ما عادش عندي طاقه. قسما بالله انت لو مكاني ما تتحمل دقيقه واحده. امك صعبه قوي، واللي زاد وغطى الست فوزيه وكنتسه شمس. ايه يا بنت؟ صوتك عالي ليه؟ انا مش هروح معايا ابوي الا لما يجيب لي حقي، ويوعدني قدامك انه هجيب لي بيت ليا لوحدي. مروان ممكن تسيبنا لوحدنا؟ اسيبها كيف؟ اسيبها كيف يا عم؟ وني؟ من فضلك يا مروان سيبنا دلوك. اطلقك؟ ايه يا بنت؟ عايز الناس تقول ايه؟ ابسلام ما عرفش يربي بنته؟ انا مش قليله ولا رميه عشان يعملوا اللي عملوه وارجع لهم تاني. تعملي ايه يا بنت؟ انت عايزه تعملي ايه؟ هتعمل ايه؟ هتضربني؟ برضه هعمل اللي في راسي، مش كفايه اللي عملته فيا؟ عملت فيك ايه هاني بقى؟ خاب املي، طلعتني من العلام وانا كنت احسن واحده، كان زماني دلوقتي دكتوره ولا مهندسه، لما كانش في حد في الناحيه كلها في عجلي ولا نبهتي. صح ولا انا غلطانه؟ هي صح، واخرتها ايه؟ كنت هتتجوزي وتقعدي تخدمي بيتك وعيالك. لا، كانت هتفرق قوي يا ابوي. ما كانش حد رفع عينه فيا وقال لي جوزك متعلم احسن منك وانت يا دوبك محصلاه بالعافيه. كان زمان راسي براس كل اللي في البيت. بقول لك ايه يا بنت؟ بلاش الكلام الخايب ده وروحي روحي مع جوزك. لا، ده مش كلام خايب، دي الحقيقه وده اللي حصل. وانا من النهارده وطالع مش هسيب حجي ابدا. وهو ما كانش هيرجع لي حجي ويحمي كرامتي يسيبنا احسن. أنا مش عاوز أرجع البيت ده خالص. هو أنا بتحايل عليك ولا إيه؟ ها؟ ارجع بيت جوزك. طب خليك فاكر إن أنت اللي بتجل مني، وأنت اللي بتخليهم يرفعوا الشبشب فوق دماغي، وأنت السبب يا أبوي. يعني هي دلوقتي كويسه يا دكتور؟ اه تمام الحمد لله، بس الضغط عالي عليها شويه. هي مش المفروض بتاخد دواء ضغط؟ اه بتاخد الدواء. طيب انا كتبت لها الدواء ده كمان، ويا ريت تاخد الاثنين بانتظام ان شاء الله. بس انتوا يا ريت ما تزعلوهاش، هي شكلها كانت زعلانه من حاجه جامد قوي. ماشي يا دكتور. بس يا ماما بقى، بس يا ماما انت مش سامعه بيقول ايه؟ بس يا حبيبتي دماغي بتوجعني قوي. ما تنساش تقول لابوك اني جيت وما لقيتوش. حاضر يا عمي. لما ياجي يبقى يكلمني في التليفون. انا بقول اتبات عندنا النهارده. لا، انت عارف مرات عمك ما تقبلش ان ابات برا البيت. يلا سلام عليكم. مع السلامه يا عمي.
مروان تعال. كان بيقول لك ايه؟ بقول ايه يعني؟ يا أمة انت كان لازم تمسكي فيه عشان يبات عندنا. قلت له مرضيش. ومالك زعلان مني ليه؟ عمتك فوق، روح اسأله. تعال هنام. هتروح فين وتسيب لنا المطينة دي؟ مطينة مين؟ نادي يا اخوي، قلت لك طلقها، ما تسمع كلامي، بدي دي فقرية وهي اللي فقراك. راح فين وما بتردش علي؟ شغل شغل يما، عندي شغل. سلام اخوي. واتخايب. ايوه 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 عشان تعرف بس انك انت ندل. يعني انا جيت وسلمت عليك وعامله معاك احلى واجب وبرضه ما حاولتش ان انت تنزل تقعد معايا. كنت لسه هنزلك. اتفضلي. انت زي ما انت، ما بتحبش تروح لحد. اقعدي. انت فاهماني غلط. لا فاهمك صح قوي. وانا بقى لما كنتش فاهمك صح ما كناش بعدنا عن بعض. لو كنت فهمتيني صح كان زمانك معايا لحد دلوقتي. وكنت عملت لي ايه بقى ان شاء الله؟ لبستني الجرجرة والبرقع وقعدتني في البيت. وماله؟ انت طماع يا عبد الحكيم. انا عمري ما كنت طماع. لا طماع، وما بتحبش الا نفسك. والمشكله بقى انك انت مش شايف ده، وشايف كل اللي انت بتعمله صح، وعايز كل الناس تمشي وراك وتقول لك امين، رغم انك انت بتخسر كل الناس اللي حواليك وبرضه ما بتحرمش. انا قطر ماشي في الدنيا وليه محطه هيوصل لها، واللي عايز يبقى معاي يركب القطر، فاهمة؟ طب انزل في محطة الناس اللي عايزاك، الناس اللي بتحبك. اللي بيحبني يركب القطر معاي، وإلا ملوش عازة. انت زي ما انت، مش هتتغير أبدا. على كل حال، ايه رأيك؟ أنا عندي شو حلو قوي النهاردة، انزل كده سلي نفسك معاي. لا ماليش نفس. ايه؟ ما بقيتش تقدر على السهر زي الأول ولا ايه؟ هو فين سهر زمان وقعدات زمان؟ السهر دلوقتي بقى ماسخ ملوش طعم، شغلانة بيعملها اللي عايز يلها في قرشين مش عشان يبسطك. في دي بقى عندك حق. عبد الحكيم اوعى تسيب الاوتيل من غير ما تقولي. حكيم انا زعل قوي. وانا اقدر برضو على زعلك. على السلامة. وبعدين في الورطة دي. والله ولد حلال، تعال اشرب معايا القهوة. اشرب معاك ايه؟ ما يصحش. هو ايه ما يصحش؟ ما يصحش دلوك. انا عايزة اخلص معاك موضوع بتاعي ومش هنام ولا يرتاح لي بال الا لما انهيه، ودي فرصة. تعال بس تعال. ما يصحش ما يصحش يا فريدة. هو ايه ما يصحش؟ اللي اكادة انا اول مرة اشوف راجل بيتكسف. بيتكسف؟ أنا خايف عليكي. الناس هيقولوا إيه؟ خايف عليا من الناس؟ سيبك من الناس وحكاويها، الناس مش هتبطل كلام. المهم قهوتك إيه؟ مفيش داعي. طب سكت عليك النبي، لا تتعشى معايا النهاردة، إيه رأيك؟ يا ست فريدة ما يصحش يا ست فريدة. إيه ست فريدة؟ ست فريدة دي؟ بقول لك إيه؟ أنا اسمي فريدة. إيش حال إن إحنا طول العمر جيران، وأنت كنت حبيب المرحوم الروح بالروح. الله يرحمه. أنا عاملة جوز حمام إنما إيه؟ بيستاهلوا خشمك. اصلا انا كنت حاسه اني هفتانه وضعفانه كده، قلت اتجوت. اهم من حظك ونصيبك. تعال بس تعال. يلا هسيبك بقى عشان الحق انام عشان اصحى اشوف شغلي. استنى هتروح فين؟ انا هستحمى في السريع ونروح نقعد شويه على القهوه. لا قهوه ايه؟ انت همك حاجه؟ ما انت صاحب المال يا سيدي، ما حدش هيقول لك تلت التلاته كام ولا كاني ولا ماني. انا لازم انام عشان اصحى اشوف شغلي، عشان اخوك مروان ما عندوش اعذار. على كيفك. السلام عليكم.
بتعمل ايه؟ وجعت قلبي. عارفة لو امي ولا فوزية شافتك هيعملوا فيك ايه؟ وطي حسك، تعالى تعالى. انت مش هتحرمي؟ لا مش هحرم. طب ايه رايك ان انا هقول لامي انك كنت بتصنطي عليها كده يا حسن؟ وانا اللي بقول عليك احسن واحد في البيت ده، وانت اللي ناصفني. فين جوزك؟ انا عارفه طلع. انت مش خايفه يكون متجوز عليكي؟ يقدر يقدر يتجوز عليا، اخوك بيحبني بيموت فيا. المهم انت كنت بتتصرمح فين؟ بتصرمح؟ ماشي يا نون، هسامحك بس عشان انت طيبه وبنت حلال. اه بقول لك ايه، ديري بالك عشان امي شايلاكي فوق نافوخها وزعجه، ولو شمت ريحه الجريبه من الباب هتولع فيكي. ليلتك سعيده. تولع فيي؟